السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة، ونتمنى الخير للجميع. نتمنى الخير للجميع. إذن دائما نرفع شارة النصر عارية للأحرار والحرائر فقط لا غير. أصحاب الكاشة والبركات فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم. ليبورني تبعوهم تاهمهم. ف اللي تيكون بورني تيكون بحال اش نقول لك، تيكون ديري ليه الدراقات. الدراقات شنو الدراقات؟ الدراقات هي اللي تديروها حاشاكم البغل ولا شي داك، تديروا عليه في الجانب ديالو باش ما يشوفش السيارات ولا شي حاجه ويفزع. تديرهم في الكارويلات عزكم الله. فبنادم تيكون عنده تيكون بورني. بورني باش تيكون بورني بي يعني بديك المبادئ اللي تتفرضها عليه بعد يعني النقابات ولا الاحزاب. يكون تابع للنقابه ما يقدرش يخرج، واخا يعرفها خاطئه واخا يعرف يفهم الفيلم كيدير ما يقدرش ديما تيمشي مع الخطى ومع البرمجه اللي تتكون دير. والاحزاب نفس الشيء، واخا تيفهموا الفيلم واللعبه وداك الشيء بحال داك الشيء اللي جرى مؤخرا، فين مبين، ولكن هما ديما تيمشوا مع التوجه العام ديال الحزب. مسألة ديال القضية ديال خنوش مع الحزب العدالة والتنمية هذاك الشيء اللي أن كاينين. حنا عارفين اش كاين وعارفين أن تكون هناك يعني تنسيق سري بيناتهم وداك الشيء تحت الدف فوق راه تيبينوا لك بأنهم راه تيطاحنوا، ولتحت راه تي راهم عارفين اش تيديروا. راك شتو يعني قبل من 2012 2015 ملي كان رئيس الحكومة هو ذاك ديال فاس في الأخر، ولا تيقول لي أنا هذا هو اللي يكون معايا. خنوش تيقول لي أنا هذا هو اللي يكون معايا. بلا ما نطولوا في هذاك الشيء غير لأنه غادي يشد لينا الوقت، راني فات من قلت لكم كيفاش تاع زفزف بهم كل شيء ودار البلوكاج ودار هذيك اللعيبه كيفاش دار لي تخلص من الياس. ومين يتخلص من الياس؟ هذوك اللي تخلصوه من الياس تخلص منهم تاو. اذا هذه تتبان لان الان بعض الكومنتيرات ولاو تيجي ولكن قليل، واحد في ألف. ولكن انا مثل فوت شاروك لان بحال هذاك اللي بورني عارف الحقيقه، عارفين اش كاين، ولكن تيقول لك انا وبعد الطوفان ده غادي في الاخر تيجرفهم كاملين. واحد قال لي بقى وضح بزاف، سمي وسير عند خالتك تسمي لي. قلت لي باقي ما مسميينش عليك من زدتي، سير عند خالتك تسمي لي. قال لا شي اللي نتفاهمها، ترى هذاك ترى تنعرفوكم اش تتسواو، تنعرفوكم اش تتسواو. حنا ما تنحقدوا على حد، ما تنطملقوا لحد، ما تابعين لحد. حنا أصيبنا بالحيف، كلينا الحق ديالنا، خرجنا درنا هاد القناة وتندافعوا على الحق ديالنا 3 سنين وما يزيد، والحمد لله أتت الأكل ديالنا. هاد الكيادر حاشاكم لي الله كيبانو لي عامين ونص هما ضاربين بالسقلة، يلا جاو بداو تيدو الجويان وقال لك خنمشو حقا ما حقا
ولاو باغيين ياكلوا الشوك بفمنا، ولاو باغيين يركبوا على الملف، ربعات القيوش تتات القيوش بالو يديروا تنسيقيه. هنا تنشوفوا اللعب ديال البعض، لان اللي جالسين تيلعبوا في الساحه واللي دائما تيتنطوا راه معروفين من 2019. التساؤل اللي خاصكم تسالوا، علاش النقابات الجاده اللي داير اللي عارفه كي تشكيل علاش داخله سوق راسها، وعلاش نفسهم اللي جالسين تيتنطوا؟ لان الاعضاء اللي في هذوك التنسيقيه اللي في هذوك النقابات هما اللي تيفرخوا التنسيقيات، بحال التنسيقيه ديال ابي تحت الشجره. انا قلت لكم تفرخت من النقابه، من الاتباع ديال النقابه هما اللي داروها، وداروا ابي تحت الشجره وقال لك عندما تثمر سناتيني لجني الثمار. كاينين اللي كانوا في اوروبا تيتفتحوا، كاين عامين هادي كاين اللي مقابل تيبني لجداه خالته وعمته لهم لك حل اللي ضربوا، كاين اللي كان غادي نتبع القبور يقرا عليهم نهار الجمعه. كل واحد اش دير؟ تكمل كل شيء، تكملت لا ماما اللي خرجوا قال لك غادي ندو الفاتحه وندو الاربعيه والجمعيه والبيض والبياض وغادي نمشيو نديرو تنسيقيه، يديروا لنا ثاني تنسيقيه 24 داروا لهم تنسيقيه، نقابه دارت لهم تنسيقيه. نهار 30 قالوا لهم غادي نديروا لكم، بعد ما جا واحد مزفزف حتى هو داز المكناس فاس دوك المخلفات ديال ابو صابونه هما اللي مرغونين هادشي كله، بقاو شكل لهم داكشي. جاو نهار 30 30 ماي هذيك 30 ماي راه هو هذاك الاسبوع اللي 30 واحد دو جوان، هذاك الاسبوع راه هاد النقابات كامله راه خرجت بواحد المبلغ مشترك هذيك الساعه تندد بهذاك الشيء اللي ادعاءات ديال 11 ماي، وتتقول لهم هذاك الشيء راه ما كانش والامور مشات بخير، لان كانوا توصلوا هذيك الساعه ب عفوا باش ب مراسيم، ماشي المراسيم، عفوا بالنصوص التنظيميه لتنزيل لتفعيل الاتفاق ديال 18 يناير، المذكرات المجسده المذكرات المجسده لاجل الاتفاق ديال 18 يناير قبل المصادقه النهائيه عليه، هو المشروع ديال المبادئ الاساسيه قبل يعني المصادقه النهائيه عليها. يعني كانوا بروغراميين عارفين 25 يوليو غيكملوا هذاك الاسبوع ديال 30 نهار 30 من عيطوا عليهم. هذيك الساعه راه داروا مذكره النقابات كامله، داروا مذكره موحده وفيها اقتراحات مشتركه، لان هذا هو السيستم الجديد ديال العمل مع بن موسى، ما بقاش كل واحد يدير اللي عجبه، ماشي تشاركوا انهم بغاو يتشاركوا، لان خطه العمل البرمجه العمل ديال بن موسى والطريقه ديال العمل ديالو ستيل ديال العمل ديال الجديد قال لهم خاصكم كلكم بقاو ديروا مذكره موحده بوحدك واحده وديروا فيها مقترحات مشتركه، داك الشيء علاش ولاو تيتجمعوا تيديروا داك الشيء، لانه فرض عليهم ماشي هما حبا في انهم باغيين يتجمعوا، هما عمرهم تيتجمعوا. هذيك الساعه كانوا داروا المذكره المجسده لاجر الاتفاق، يعني راه داروا مذكره موحده وجاوبوا على هذاك الشيء في باقتراحات وقدموا الاقتراحات المشتركه والملاحظات الى اخره. هذاك الاسبوع عيطت لي هذيك النقابه قالت لي ما نجي ندير لكم منسق نقابي، ولوا تابعين للمكناس باقي عاقله لكم. تما فين درت فيديو قلت لهم راه هذاك كانوا هذيك الساعه بغاو يجي يشوفوا، كاين هذيك الساعه الانتخابات ديال الام جي ان ديال التعاضديه، وصدق فعلا هذاك ديال المكناس مرشح في هذه، وحنا مشينا مع واحدين اخرين وهذوك هما اللي ربحوا. ديما تتهبطوا ديما في بيرفور، ديما نتقبوا لكم الورقه طاروش معانا حنايا وصوم دي زون دو تيران، انتوما قجاوج عايشون تعرفوا والو تعرفوش لهذا لو دومين. شي واحد ما عمرو حط رجلو في شي مقر ديال شي نقابه، عمرو ما تعرف شي حزب، ما كانش عنده الجرأة في الثمانينات ولا السبعينات يقدر يقول أنني راني متحزن. يجي تقول لي أنت دابا دار جوج قبوبة مشى عند جوج حبوبة مشى هز الزرقيلة مشى وقال لك تنقبوا، ماشي مشكل. إذا
انت نقول هذا الشيء علاش؟ انا لست ضد اي كان، لان خايف شي واحد يقول لك انت تحقاد على اوريشيل، ما اوريشيل ما اوريشيل، انت من اوريشيل كاين اصلا؟ حنا لا نحقد لا على اوريشيل ولا هم كحل، حنا اللي كاين نقول انا سون با بورني فريمان حر طالق، داكشي اللي تنشوفو تنحلو، وملي تنشوف تقاولين والتخوشيف والتضليل والتدليس والهم الكحل، تنكشف لكم عن سوءاتكم فقط، تنعريكم. هادشي اللي عطا الله، لان اصحاب حق انتوما كليتو لنا الحق ديالنا في 2003 2004 2005، وتنقولوا الحجة بالحجة. دا بغيتي تقول لي شي حاجة وجيب لي الحجة، ولد عمي جي جي قارني بالحجة، تهضر لي تقول لي انت غادي تلوح لي بهادي، ترى اللوح خالد 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 كثير جيتها بالهضرة. بغيتو شي 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 مباشر، حنا موجودين، كلشي مكسل، كلشي راه مكسل في البلاغات ديالهم، وانتوما ما عارفين تقراو في البلاغات، تعرفوا قراو في البلاغات، تقول لك راه تبلوكا نظام اساسي، لما كانش اوريشير ما كاينش نظام اساسي، ما كاينش، وكلشي كاين غالي، كلشي راه غالي، تقرا غير في البلاغ، كنتو تفهم وقراها في البلاغ. النقابات تطالب من بن موسى باش يعني يتوسط ليها، لان كاينه لجنه تقنيه راه هذيك مستقله اداريه جالسه خدامه في صياغه النظام الاساسي، باش هي يعني تدرج في هاد اللجنه التقنيه لصياغه النظام الاساسي. قالت لك باش نحافظوا على المكتسبات ونشوفوا شي مكتسبات جديده، وهي تطالب وتطالب وكاتباها في البلاغ، وانتم باقيين تقولوا الحوار موقف، الهم بحال مزفت، انت ما عرفش بنادم من تيفهم، وما عرفش بنادم من تيفهم، وتيخرجوا وكاين اللي عنده قنوات، كاين اللي عنده، كل واحد واش عنده، راه موقف وراه ما غيسدوش على النظام الاساسي، لما تنزلش النظام، لما كانش خارج السلام وليد لا، كاين شي سؤال، كاين بعدا شي خارج السلم في النظام الاساسي 2003، كاين شي كاين شي نظام، كاين شي خارج السلم بعدا، شي حاجه سميتها خارج السلم من 2003، من النظام ديال 2003 باقي شي خارج السلم. اوريشيل هذاك اللي تيقولوا ديال الثانوي كان في 85، جابكم ليه؟ شروط التوظيف راه كانت مختلفة، جابك تل الثانوي، جاب الابتدائي الثانوي الاعدادي، كل واحد عنده شروط توظيف مختلفة، عندهم غير هذيك الساعة تي صحاب الثانوي راه عنده 10 11 اوريشي، تبارك الله الابتدائي راه تيبقى يزعرط، غادي شاد شي حمار من لاطي راكب عليه تيزعرط، يدخل مدري راه هبط الريدو سير مع احترامي للاخوان، يترتب في السابع الثامن التاسع العاشر 11، يقول لك وا اوريشي، تيقول لك المسار محدود، احنا في حيت احنا في 11 ورا مرقي اربعه المرات ولا خمسه. السؤال العريض الطويل الهامير الفريق القويس الزاطر الهم الكحل، علاش؟ لان يعني الاستراتيجيه ديال بن موسى من جا ديال الخدمه ديالو دار خريطه الطريق ودار برمجه زمنيه. اش تعني خريطه الطريق؟ قطع عليهم الزيطي، الزيطي حيدو، يعني ما بقاتش ديك العشوائيه، اختاروا على اللي بغينا، على اللي بغينا نديروها، من تجي هذيك الحصيصه يقولوا لهم واحد يعطوا واحد اعتماد مالي باش يقادوا هذيك الامور، تحسين الوضعيه الاداريه، الوضعيه ديال الاساتذه والاستاذات الفاضل والفاضلات نحترمهم كاملين، تيجوا تيقول لي ولا دير لي الملف، دير هذا الملف هذا، خليه هذا ما عارف حتى حد، زيد راه يمشي للمحكمه الاداريه، زيد هذا هادو دوز ليا، زيد تتلقى ثلاثه الفئات، كاين اللي استفاد من ثلاثه الفئات، وقلت انا لبن موسى قبل قلت له رجع لهذوك الملفات اللي عندك، احنا قلنا لي في شهر 10 فيديوهات باقا تشهد، ورجع ولد عمي هذوك الملفات وشوف كل فئه شحال استفدت من مره، واللي ما استفداش بزاف واللي ما لقياش بزاف مره او اثنين هما الاولين يبداو،
تما فين دار الفرز تصنيف الترتيب حسب الاولويه، والنقابات وافقت عليها لان كان اوريشيل وكان المرتبون وهالشي ديال ضحايا الضحايا اللي تقبلت من الورقه اللي ديزين واللي باقيين ما مستوفين الشرط النظامي الى اخره، وعرفوهم بانهم ما كاينينش. هاد النقابات بخمسه عرفوهم ما كاينينش وجاو سناو في المحضر الاتفاق ديال 18 يناير وقبلوا بهذاك الشيء ديال الملفات اللي غادي تتعالج اللي عندها الاولويه، لانهم خدموا بالاولويه اللي غيكون في 2023 ولا غيكون في 24 ولا غيكون في 25، وعارفين ان هذاك اللي تيقولوا ليه هما اوريشيل ما كاينش في 23، وعارفين كاين شي مشاكل بالنسبه للمرتبين في العاشر، وعارفين ضحايا الضحايا مقلوزين اصلا اللي ما مستوفين الشروط النظاميه. اذن علاش ما خرجوش عشرات الشهور وما ما داروش البيضاء في الطاس؟ علاش النقابات قبلت ومشات دخلت يعني الاشغال ديال اللجان التقنيه ودخلت في اللجان، شاركت لجان تقنيه مشتركه يعني راه شاركت مع المصالح الاداريه في اللجان التقنيه والمضاعاتيه شاركوا والبرمجه الزمنيه وبداوا من 9 مارس 25 يوليو 17 لقاء. علاش ما توقفوش؟ علاش مشاو درسوا كل شيء وقادوا كل شيء وتكمل كل شيء وحتى نهار 23 شو تنوير تكمل كل شيء وداروا التدقيق ديال الماليه والانعكاس المالي واللي غادي يكون واللي ما غيكونش والمبادئ الاساسيه تحطات المشروع النهائي صافي كملوا منه بالمشاركه ديال النقابات واللجان انهت الاشغال ديالها وكملت. لي جيتي خارجين تقول لي حقا ما حقا، تدازت عشرات الشهور لي جيتي تقول لي حقا ما حقا، اش كاين؟ وخصنا اوريشيل، خصنا تحفيز، خصنا مدمجين، خصنا زريق، خصنا كوريل. اش تتعني هادي؟ يعني تايبغوا هما يوجهوا بنادم اللي يوجهوه، ومين يخرج هذاك اللي في التنسيقيه ديال تالي تيقول لك انا عضو في النقابه وعضو بارز ومسير في التنسيقيه، شنو تعني هذه؟ وما كناش بغينا نصعدوا ما نديروش اضراب عام. علاش؟ يقول لك حيت حنا كنا يعني تنقدروا وتنتفهموا يعني ان النقابات عندها يعني اتفاق يعني واحد اتفاق اخلاقي، وما بغيتش نقول لك راه عندهم سانين السلم الاجتماعي والهدنه والعلم لك وما يقدروش يديروا شي حاجه لانهم موقعين في المحضر والمحضر راه كل شيء فيه، وكاينه مذكره سونتر وفو دي سات راه يزبروهم، وكاينه لجنه التحكيم اللي هي اللجنه العليا. ولات النقابات باش تجتمع مع اللجنه العليا وتحضر يعني اللجنه ديال اللجنه التقنيه ضمن اللجنه العليا، اش تدير؟ ولا تدير طلب من موسى، طلب منه يعني باش يدعو الى لقاء والى اجتماع مثلا باش يجتمعوا معه. نهار اللي اجتمعوا نهار 28 اكتوبر اللي جايبين واحد مطالب اللي ما عندهاش علاقه بالحوار القطاعي، يعني كاين اللي ما تيفرقش بين الحوار القطاعي والحوار الاجتماعي، تيخلطوا عليه العرارم. الملفات يعني اللي عندها طابع شمولي اللي تتخص جميع موظفين الدوله، هذيك تطرح في الحوار الاجتماعي المركزي، ما عندها حتى علاقه بالحوار القطاعي. بن موسى غايقترح، بن موسى غايقترح، انت تعطيه انتم مراسله اقترح الى رئيس الحكومه. رئيس الحكومة هو اللي عنده القرار، هو والمصالح الوزارية ذات الاختصاص المالية وإصلاح الإدارة. المسلم عنده حتى علاقة المسائل ديالو، خريطة الطريق ديالو مشات مقادة، كملتو أنتوما كملتو وما لقيتوش عندكم شي مشكلة مع في خريطة الطريق، وصلتوا للمشروع النهائي، ليه خرجتوا بديتوا تتصلوا بالتنسيقية تقول لهم خرجوا اش ديروا اش غديروا اش غديروا؟ سياسة اللي يديرها.
وكل شيء انتهى، كل شيء انتهى. إذا انتهى داك الشيء اللي وصلتوا ليه، المبادئ الأساسية انتهت، اللجنة العليا راه شكلت لجنة تقنية لصياغة النظام الأساسي، وغالي الخدامين منظومة التعويضات كاع ما تتهضروا عليها، وغدامة قانون التعليم المدرسي كاين ما تتهضروش عليه، والملفات اللي تم التوافق عليها نهائيا وتطالبوا الان بالتسويه ديالها بالاجراء ديال المراسيم ديال مجسده الاجر اتفاق 18، ما تقولوهاش هذه غير زدوها من بعد، ذا طابع مركزي ما عندها حتى شي علاقه بالحوار القطاعي، عندها حتى شي علاقه بالحوار القطاعي. فجاء الرد الحاسم ديال رئيس الحكومه، وكنتو نتوما عارفين وجهكم، راه 223,000 تخص جميع الموظفين ديال الدولة. أما الدرجة الجديدة، النهار اللي هدرتو نتوما في 2011 هدرتو على الدرجة الجديدة للمسار المهني محدود، لأنهم هما عارفين في 2014 راه غادي يولوا تيتعينوا بالعشر، كاين ال 11 أوتوماتيكمون غادي تحدث الدرجة الجديدة، لان بن موسى تيقترح ولكن راه تحصيل حاصل، لا عندك لي نور مي تكون لي نور مستوفي راه تتحدث لك تعطيك الاداره لاصلاح الاداره تعطيك الدرجه الجديده. والدرجه الممتازه ما عمركم هضرتوا عليها اوريشي الدرجه الممتازه، من بعد اللي قلتوها تولي تقول لي قلتوا الدرجه الممتازه للمسار المهني المحدود. اذا لا كان درجه ممتازه قولوا لي شكون اللي غادي يتمنع لي الدرجه الممتازه وشكون اللي غتمنع لي الدرجه الجديده. اما الدرجه الجديده فتحصيل حاصل، هذه حتى اصحاب الثانوي اللي عندهم اوريشن يستافدوا منها، تمنح لجميع الفئات، ولكن اصحاب المسار المهني المحدود واللي باقي خدام من غير يتنزل النظام الاساسي يكون باقي تيشتغل باقي مزاول اللي تقاعد دور 120. لان تنرجعوا انتم تقولوا اتفاق 26 وهذاك راه كان كارثي، تما سحبتوا الملف ديالنا حنا ديال ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 اللي مخرج اللوائح ديالنا ديال الترقي ديالنا لازيد من 3 سنوات قبل حذف من الاسلاف، واللي طابلو دو نوميناسيون افيك ديسيزون كوليكتيف خرج في 2007، ليز دافونسمون تروازيام كراد دوزيام كراد خرج في 2007 ووقفتو يعني العمل بالمادة 112 باش تطبقوا فينا تاني الكوطة وترقية استثنائية وديروا فينا الكوطة ونتقاعدوا بالتاسع، مقابل ماذا؟ باش الاعتماد المالي ديالنا يدوزوا به نتوما هادو صحاب ال 11 اللي دركا تيطالبوا قريشي اللي غيروا الإطار واستافدوا مع صحاب الشواهد والهم لك حل اللي جيت تحسب راه 700,000 راهو ما عارفين شحال من فيها، كاين اللي تيخرج من ملف يدير ملف اخر، خرج من ملف يدير ملف اخر، علاش؟ لأنهم أعضاء بارزين في النقابات. وحتى دركا راه الاغلبيه دركا هذوك اللي ديال الابتدائي الاغلبيه راه ديال الابتدائي اللي تيتفاوضوا نيت في اللجان التقنيه وفي اللجان المشتركه اللجان الثنائيه، الاغلبيه ديالهم راه تيعنيهم هذا اللي تيسموه هما اوريشي او الدرجه الجديده، تيعنيهم وخاصهم يستافدوا منه، هذو اللي مشي تيشاركوا نيت في اللجان الثنائيه. إذا هنا من جاب موسى وقال لكم هذا الترتيب حسب الأولوية قبلت به وخرجتوا علمتوا هذا صاحب أوريشير في شهر واحد، أش كنتوا ديروا؟ علاش وافقتوا؟ علاش دخلتوا كاع أنتم هذيك الساعة خرجوا القواعد وخرجوا وخرجوا في الوقفات وداك الشيء ووقفوا داك الشيء، ما تدخلوش معاهم، مش تدخلوا معاهم 23 جولة في الاخر حتى كملتوا اللي جيتوا بداو تديروا التضليل، انتم راه كملتوا تقولوا بان راه كاين البلوكاج وكاين لا بلوكاج لا مازال كل شيء غادي مقاد، كل شيء غادي مقاد، كاين لا بلوكاج لا يدك لا يخليك، شكون بلوكاج كاين؟ 4 مليار و 800 مليون اللي قال لك واحد قال لك زيرو بغى يدوزوا النظام الاساسي زيرو دايرها انت ديروا التضليل، 4 مليار و 800 مليون تقريبا اللي ترصدت باش من اجل هذيك القرارات والاتفاقيات اللي غادي تكون اللي غادي تجسد في هذا الاتفاق ديال 18 يناير في خارطه الطريق ديال بن موسى، راه قالها القجاع وقالها الناطق الرسمي وكل شيء قالها.
مابقاوش التضليل، زيرو درهم، زيرو درهم راه هما اللي دوزوه انتوما ديال التقاعد بن كيراني في 2017، انتوما اللي دوزوه كل شيء، هاد النقابات وكل شيء، هاد الشيء كل شيء انتوما اللي دايرينه اصاحبي، بقاو جات تبالطو عليهم. 2011 اش داروا؟ كيريدي ورجعوا غير لجوج 11 مرسوم، جوج 11 611 28 تعديل، كل شيء هاد هو المدمجون استافدوا، المدمجون استافدوا من داروا التمديد ديال الماده 112 من 2007، داروه من 2007 حتى 2013 وداروا المراجعه حتى اللي ديال 10، داروا المراجعه من 2007 حتى 2010. وحنا هذيك الساعه كانوا حلوا الملف ديال التاسع، زنزان التاسع خاص يدوزوا المتقاعدين التاسع، ضحايا الماده 112 تقعد من 2003 2004 2005 الى غايه 2007 اللي كان ترقيه استثنائيه. شوفي جاو داروا باش تعرف راه النقابات تتفرض، كانوا يفرضوا داك الشيء ويسحبوا داك الشيء اللي كان بكري باقي دابا. دابا راه عندكم خريطه الطريق وتفاهمتوا بان غيكون الفرز التصنيف بترتيب، وبان الملفات غدوز حسب الاولويه، ودوك الملفات اللي دازوا واللي غادي يدار في 2023 اتفقتوا عليهم وكنتوا موافقين عليهم، واللي عنده الجراه يخرج يقولها لبن موسى يقول لي لا راه ما كاينش هذا الشيء. اش دوزوا دوكا السلم تسعود المنطق زنزانة تسعود خصهم يدوزونا حنا اللي متواطئ من السابع والثامن واللي تقاعد من 2003 2004 2005 ضحايا الماده 112 ضحايا الزنزانة التاسعة. اش داروا؟ جاو دوزوا 3000 واحد بالماده 112، والماده 112 كان خصنا ندوزوا حنا، خصنا ندوزوا من 2003 حتى 2007 ترقيه استثنائيه تتبدا من 2003 الى غايه 2007 بمفعول مالي. إذا حليتوا الملف ديال الزنزانة التاسعة خاص ضحايا الزنزانة التاسعة المادة اللي ضحايا المادة 112 15 6 اللي تقعدوا من 2003 2004 2005 إلى غاية 2007 هما اللي دوزوا. أش جاو داروا باش تتعرف راه كاينين كاينين المؤثرين نقابيين في هذاك الملف. باقي تيقول لك باقي والوجه محمر تيقول لك اتفاق تنزيل اتفاق 26 ابريل، وعلاش ما قلتيش فاتح غوش ديال 96 اللي كان ترقيه استثنائيه غتبدا من 96 بدات 97 والاتفاق ديال 2007 بان لكم انتم غير هذاك. زيد نقول لك اش داروا؟ جاو دوزوا 3000 واحد خلونا حنا ديك 3000 باش يدوزونا حنا من 2003 ل 2007 ضحايا الماده 112، جاو دوزوا 3000 واحد ديال اساتذه الاعدادي الذين لم يسبق لهم ان كانوا معلمين. 3000 واحد بالماده 112 ومنحهم يوم قبل احاله من التقاعد، يعني راه ما كانوش مستوفين الشروط قبل احاله من التقاعد مثل التنمي، وتجنيبهم الحصيص، ومنحهم سنوات جزافيه تمكنهم بونيس إليميتي يكون عنده عام اشهر في العشر يدوز ل 11 من 97 حتى 12/2/2003. وحنا ضحايا المادة 112 بدينا من المادة 112 عندنا حنا الابتدائي بدات من 13/2/2003 خاصنا نهار. إذا شكون اللي كان خاصو؟ أش جاب الإعدادي لضحايا الزنزانة التاسعة تيدوزوهم في 2003 في 11؟ أش جابهم؟ حنا اللي خاصنا ندوزو بالمادة 112 ومستوفين شروط ومقيدين وخارج اللوائح ديالنا، وتيجيو تيدوزو 3000 واحد ديال أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم إن كانوا معلمين. متقاعدين من 97/14 عام ما عندهم حتى علاقه بضحايا الزنزانه التاسعه، ويدوزوهم مع ضحايا الزنزانه التاسعه، وحنا اللي ضحايا الزنزانه التاسعه دوزوا غير المزاولين، والمتقاعد خاص يدوزونا حنا، دوزوا في بلاصتنا 3000 واحد ديال الاساتذه الاعدادي الذين لم يسبق لهم كانوا معلمين. في حين هذا الملف تحل في 95 وبقاو داروا الجمعيات وجايين كل خطره يديروا، وكل خطره فيما كانت شي حاجه يلصقوا شي داكشي اللي بقى لانهم كانوا مؤثرين. وحتى في 2019 في المرسوم 2019/504 كانت بقات واحد شي امانه ثاني تمايا دوزوها من 2006 حتى 2010 دوزوهم ثاني مع ضحايا اللي تيتسموا لي فالسيفي غير معترفين اللي سموهم ضحايا النضالين وما هم بضحايا بالخيانه. دوزو تاني ماتش 126 واحد ديك اللي كانت باقا ضحايا اساتذة الاعداد الذين سبق او لم يسبق لهم كانوا مؤمنين اللي كانوا بقاو دوزوهم من 2006 ل 2010
السؤال اللي تنطرحه علاش ديري من هذا الاعدادي بديتوهم من 2005 و2011 تالي دوزتهم خشيتهم في بلاصتنا حيدتونا حنا خليص وخسيتهم مع ضحايا الزنزانه التاسعه، في حين ضحايا الزنزانه التاسعه حنا اللي خصنا ندوزو معاهم كمتقاعدين. دوز المتقاعدين ديال ضحايا ديال الاساتذه الاعدادي اللي لم يسبق لهم كانوا معلمين في 2019 بدل ما تدوزونا حنا كضحايا الزنزانه التاسعه اللي تقاعدنا في 2004 مدوزين تاني في بلاصتنا 126 واحد من اساتذه الاعدادي باش تعرف راه كاين تما سينتي فينتي. جيت تقول لي انت يا درقايا تتهضر حاقود ما حاقود، انا تنعري لكم عن الهم الكهر ديالكم داكشي اللي كاين تنقولو، ماشي تابع من التبع او من التوابع. سو جو سوي با بوغني، وقيلا طولت بزاف. اذا من بعد غادي نهضر لكم على اساتذه هذا التعاقد، ان المسائل المحسومه كاين الحلول راه غادي يفضوها غير بعد، غادي نشوف ونعطيكم واحد التوضيح في هذا المجال باش تكونوا تميزوا بين لا تمركز ولا ممركز. ونشوفكم فيديو اخر، ما تنسوش بارطاجوا على نطاق واسع حتى تعم الفائده، تكثروا من جيمات الاعجاب لايكات باش تدعمونا وتدعموا هذه القناه، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، واخا ما تنكونوش مسالين الى اخره لا بد باش نشارك معكم. اما اصحاب الكاش والبركاسه فليذهبوا الى مزبل التاريخ ولا يهمون امرهم، الان بحلاسه حنا اللي بنينا المظلوم يدير 10 لهم يتيم جايين باغي نركبوا عليها، اتركوا على خلا عشكم فقط ما نقولوش اتركوا على حتى حاجه، لانكم خرزيين برزيين ما تفهموا التزفته، تجاوز عيشوره ما تضيموش قدامنا، ماشي افتخار لكن سون دي زون دو تيغان بيان اكسبيرمونتي. انتوما ركبتوا على القيسم الدار المهيره، حفر جبد الدراري كبرهم سير سير تكوز، عطينا الهضره شنو ديروا في حياتكم، شنو ما شفتوا. يلا تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.